كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. هذا صوتي، الغنى والشعر واحد من مواهب كتير عندي. بلشت حياتي إني انولدت مختلفة غير عن الناس، وما بين دعم أهلي واستهزاء بعض الناس شقيت طريقي. ما بنسى في يوم من الأيام لما وصفني المحاضر في الجامعة الشبر اللي في الأخير: شكراً إلك، كلماتك كانت الدافع وأصل الحكاية. أتقنت فن التطريز ورسم التراث الفلسطيني على الزجاج، وبديت مشروعي الخاص اللي شاركت فيه في معارض ومؤتمرات وورش عمل كبيرة. أسست نادي فارسات فلسطين، أول نادي رياضي لذوات الإعاقة، وبشرف على تدريباتهم بشكل مستمر. مش بس هيك، أنا حالياً أمين سر الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة. مثلت بلدي فلسطين بعدة محافل دولية في الخارج، وحصلت على العديد من الجوائز. لأن تحديت العنف ضد المرأة أنجزت كل هذا وأنا من ذوي الإعاقة. الإعاقة الحقيقية مش فينا، الإعاقة في نظرة المجتمع السلبية إلنا والتشكيك في قدراتنا. الحياة لا تقبل الضعفاء، كوني قوية.